قعدتنا نبدا معاكم اولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر بتذكره باهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، ومن اهمها الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من الرئيس السوري بشار الاسد، تبادل خلاله الرئيسان التهنئه بمناسبه العام الهجري الجديد، معربين عن التمنيات بان يعيده الله عز وجل على الامتين العربيه والاسلاميه بالخير واليمن والبركات. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قام بجوله تفقديه في عدد من المشروعات اللي بيتم تنفيذها في منطقه القاهره التاريخيه، وكانت البدايه من مشروع حدائق تلال الفسطاط واللي بيتضمن تطوير مسطحات خضراء شاسعه واقامه حدائق عامه وتطوير الكثير من المزارات السياحيه. تفاصيل هذه الاخبار واخبار ثانيه هنعرفها في التقرير اللي جاي. اخبار كتيره حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من الرئيس السوري بشار الاسد، تبادل خلاله الرئيسان التهنئه بمناسبه العام الهجري الجديد، معربين عن التمنيات بان يعيده الله عز وجل على الامتين العربيه والاسلاميه بالخير واليمن والبركات. كما تناول الاتصال مستجدات الاوضاع الاقليميه، حيث تم تبادل الرؤى بشان خطوره التصعيد الذي تشهده المنطقه وضروره تجنب اتساع رقعه الصراع وحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين، مع التشديد على الرفض التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين. وقد أكد الرئيس السيسي في هذا الإطار مواصلة مصر جهودها الرامية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة وبالكميات التي تلبي احتياجات الأشقاء الفلسطينيين، مع استمرار الدفع في اتجاه إنفاذ حل دولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وامبارح قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجولة تفقدية في عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في منطقة القاهرة التاريخية، استهلها بتفقد مشروع حدائق تلال الفسطاط، وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي الحالي لمكونات المشروع. وقال رئيس الوزراء أننا حرصنا على تفقد عدد من مشروعات القاهرة التاريخية في أول جولة عقب إعلان التشكيل الوزاري الجديد، وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي الحالي لتلك المشروعات سعياً لدفع العمل بها باعتبارها من المشروعات المهمة، لافتاً إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لمشروع تطوير حديقة تلال الفسطاط، والذي يتضمن تطوير مسطحات خضراء شاسعة وإقامة حدائق عامة، فضلاً عن أنه يشتمل على تطوير الكثير من المزارات السياحية، وهو ما يتماشى مع توجه الحكومة لزيادة أعداد السائحين إلى مصر. وامبارح تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مشروع إعادة إحياء حديقة الأزبكية التراثية الذي يأتي ضمن مشروع تطوير القاهرة الخديوية. وخلال الجولة شرح الدكتور ماهر ستينو استشاري المشروع خريطة الموقع العام لحديقة الأزبكية ومقترح إعادة إحيائها على مساحة 9.8 فدان، وقال إن رؤية المشروع تستهدف استعادة المكونات التراثية للحديقة، وتعتمد هذه الرؤية في الحفاظ على الأشجار التراثية ومنطقة التبة، وتجديد برجولة قمة التاج والنافورة الأثرية ونادي سوق السلاح وإحياء البحيرة والكبر الخشب وسور الحديقة والبرجولات التاريخية. وامبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على الفيسبوك إن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية لعام 1446. كما بعث الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.